قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله. صل اللهم عليه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الأعزاء، أيتها الأخوات المشاهدات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد تحدثت إلى حضراتكم في الحلقة السابقة عن الدلائل والبراهين الخارجية التي تشهد على أن القرآن الكريم كلام الله، واليوم نكمل حديثنا في سعادة وسرور عن الدلائل والبراهين الداخلية والتي تشهد على أن القرآن ليس كلام رسول الله بل هو كلام الله عز وجل. فأقول وبالله التوفيق. أولا، لم يحدث في تاريخ الإنسان منذ أن وجد على كوكب الأرض أن شخصا ألف كتابا عظيما ثم تبرأ من نسبته إليه. ومن يدرس القرآن الكريم دراسة فاحصة يجد أن رسول الله كان تاليا لا مؤلفا، ومبلغا لا منشئا، وكان منفذا لكلام الله. وها هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نراه قد تعرض لأمور في دعوته عديدة وأبطأ الوحي عليه، وبالتالي كان عليه أن يجتهد فيها قدر استطاعته. وإذا بالوحي الكريم ينزل عليه بعد ذلك موجها إياه إلى الصواب، وأحيانا يعاتبه عتابا شديدا على ما فعل. وسوف نرى في جميع الأمور التي نذكرها أن رسول الله كان يرجح جوانب الإنسانية والرحمة والشفقة والهداية والحرص على إيمان قومه. وعلى سبيل المثال، وقع بعض الأسرى من المشركين في أيدي المسلمين في غزوة بدر الكبرى، وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه المشورة نزولا على قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، فأشار عليه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بقتلهم، وذلك لما فعلوه بالمسلمين المستضعفين في مكة، بينما أشار سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء من القادرين على ذلك. ومن كان عالماً بالقراءة والكتابة يعلم عشرة من المسلمين ممن لا يجيدون ذلك. ونزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأي أبي بكر، وها هو القرآن الكريم ينزل عليه بأسلوب لاذع مصوبا رأي عمر، إذ يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى
حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم رفق الله برسوله وتحنن عليه قائلا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي غزوة تبوك اعتذر بعض المسلمين عن الخروج معه لأسباب خاصة، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام أعذارهم، وبعد ذلك نزلت الآيات الكريمات تعاتب رسول الله على فعلته وقبول عذرهم قائلا: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وعندما جاء سيدنا زين ابن حارثة يشكو إليه من جفاء وفظاظة السيدة زينب رضوان الله على الجميع، كانت تعامله وتسيء بمعاملة فيها جفاء وفظاظة وفيها غلظة وإساءة، وكان كلما يأتي إلى رسول الله شاكيا كان يصبره، رغم أن الله طلب منه أن يطلقها من زيد ثم يتزوجها هو، لإبطال عادة كانت شائعة في الجاهلية، وهو أن المتبني وهو محمد مثلا يحرم عليه أن يتزوج بزوجة المتبنى وهو زيد، وأخفى رسول الله ذلك خوفا من حديث الناس. فنزل القرآن معاتبا ومؤاخذا رسول الله قائلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. وها هو عبد الله بن أم مكتوم، صحابي جليل رضي الله عنه، كان مكفوف البصر، جاء إلى رسول الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع رؤساء وزعماء قريش يعرض عليهم دعوة الإسلام، وإذا بابن أم مكتوم يقول له: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. كان النبي يطمع في إيمان الجالسين حتى تهدأ قريش عن مقاومة دعوته وتترك المسلمين المستضعفين في سلام دون أذى، فأعرض النبي وتغير وجهه وأعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى، ورغم أن الأعمى لم يرى عبوس النبي نزلت الآيات الكريمات تعاتبه عتابا شديدا، نعم عتابا مغلفا بالرحمة، إذ خاطبه المولى بصيغة الغائب عوضا عن صيغة المخاطب، شفقة على قلب رسول الله، وهو من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة. فماذا قال القرآن؟ قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وها هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتعرض لغيرة شديدة من زوجتيه عائشة وحفصة رضي الله عنهما بسبب أنه تناول طعاما يحبه عند إحدى نسائه في غير يومها، فلما تحدثتا معه في ذلك قرر رسول الله أن يحرم على نفسه هذا الطعام إرضاء لهما، فنزلت الآيات الكريمات معاتبة إياه ومصوبة للمسار قائلة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، هل تتخيلون حجم هذه التقريعات المؤلمة لو كانت صادرة عن شخص النبي تحت تقريع الضمير ونقد الذات؟ أكان يعلنها رسول الله على رؤوس الأشهاد وأصبحت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أم كان يخفيها عن الآخرين؟ نعم، لو كان هذا كلامه كان سيخفيه للطبيعة البشرية التي تحب وتهوى إظهار المحاسن وإخفاء غيرها، ولكنه الوحي الصادق لا يستطيع أن يخفيه، وما هو على الغيب بضنين. ولقد تعرض النبي صلوات الله وسلامه عليه لحادثة أتعبته كثيرا، بل وزلزلت قلوب المؤمنين بسبب قصة الإفك، وظل المنافقون يخوضون فيها شهرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرح إلا أن يقول: إني لا أعلم عنها إلا خيرا. لم يتجاوز ذلك وما زاد عن قوله في آخر الشهر: يا عائشة، أما إنه قد بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هذا كلامه بوحي ضميره، وهو كلام البشر الذي لا يعلم الغيب، والمتثبت الذي لا يتبع ولا يجري وراء الظن ولا يقول ما ليس له به علم. ولو كان القرآن كلامه لنسب إلى الوحي براءتها من أول ما سمع، سبحان الله، فلم يبرح مكانه بعد أن قال هذه العبارة حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بعشر آيات من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وتولى الله عز وجل من خلال هذه القصة الشديدة على قلب رسول الله وعلى قلوبنا جميعا لتربية الجماعة المؤمنة حتى يستفيدوا منها في حياتهم.
إذ يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن من يدرس حياة النبي بشفافية وأمانة يجده في قمة التواضع والخشوع والخضوع صلوات الله وسلامه عليه. وها هي أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها، توفي عثمان بن مزعون رضي الله عنه، وإذا بها تقول أي أم العلاء فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فلما سمع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منها ذلك قال لها وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. فنزل قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وهكذا كان رسول الله لا يتحدث في شؤون الغيب عملا بقول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.